رجعنا نتواصل من جديد اكيد مع كل مشاهدينا في كل مكان، واهم الاخبار الرياضيه في السوحه الرياضيه المختلفه مع المحلل الرياضي والكاتب الصحفي الرياضي عوض العبيد. عوض ازيك؟ مرحبا بك يا لينا، ومرحبا يا حمزه، وجمعه مباركه والحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا رب. نستطيع ان نقدم ما يفيد. اهلا وسهلا. طيب عوض، نبدا بمنتخبنا الوطني صقور الجديان بعد الفوز على ساو تومي برباعيه عالميه، اتجه او وصل الى جنوب افريقيا. نتحدث عن مدى الاستعدادات بعد هذه النشوه الكبيره وامكانيه التركيز اكثر من اجل عبور هذه المباراه. نعم، هو طبعا المنتخب سيخوض يعني في 17 من هذا الشهر بعد ايام مباراته الثانيه في التصفيات امم افريقيا، في تصفيات في الطريق الى النهائيات امم افريقيا 21 في الكاميرون، بعد الفوز على منتخب ساو تومي برباعيه. شفنا المنتخب يقدم مباراه يعني عاليه المستوى في بمشاركه واحد من اللاعبين المحترفين في الدوري الاوروبي اللي هم لاعب ياسين حامد اللي بينشط في الدوري الروماني، هو طبعا سوداني الاصل وروماني الجنسيه، والده سوداني ووالدته رومانيه، شارك في الجزء الاخير من المباراه وقدم مستوى صراحه مبهر رغم انه مشاركته كانت على مدى يمكن تقريبا 10 او 12 دقيقه. المباراه طبعا يعني ما بتدي ما بتعكس المستوى يعني ما بتوضح الى اي مدى يمكن ان يقدم المنتخب السوداني مستويات جيده في المنافسه، لانه منتخب ساو تومي واضح انه يعني كان ليس لم يكن بالخصم الكبير، يعني قدم مستوى خلينا نقول ضعيف، خاصه وانه تم طرد حارس المنتخب في ال 20 دقيقه الاولى. هو طبعا الفوز اكيد هو مفرح للمنتخب والمنتخب، ولكن نتمنى ما يكون نتيجه خادعه، لانه منتخب ساو تومي منتخب واضح انه منتخب ضعيف لا يقارن بمنتخب جنوب افريقيا، منتخب العالم بيضم محترفين على اعلى مستويات في الدوريات الاوروبيه. تبقى مهم مباراة المنتخب امام جنوب افريقيا والعودة بنتيجة ايجابية هي المحك، وهي مؤشر اذا عاد بنتيجة بيكون مؤشر ايجابي انه المنتخب ممكن يتقدم في هذه المجموعة صعبة جدا فيها جنوب افريقيا وفيها غانا اضافة لساو تومي. ساو تومي انا في رأيي سيكون حصالة المجموعة، لانه منتخب واضح انه ليس لديه خبرة، ليس لديه يعني ما يقدمه في هذه المجموعة. السودان طبعا واضح انه تفوق عليه بنتيجة كبيرة جدا، اربعة كان يمكن ان تتحول النتيجة الى اكثر من اربع اهداف، المنتخب اضاع عدد من الاهداف، ولكن في رايي دي حقيقه ما بيوضح مستوى منتخب السودان لانه خصمه ضعيف جدا. نتمنى ان المنتخب يعود بنتيجه ايجابيه من جنوب افريقيا ويكون قادر يتاهل من هذه المجموعه الصعبه ان شاء الله. يمكن الوسط الرياضي ايضا يودع الاستاذ احمد محمد الحسن نغيب الصحفيين الرياضيين، الله يرحمه. نعم، حقيقه هو طبعا كان فاجع لكل الرياضيين، الوسط الرياضي تحديدا والوسط الصحفي الرياضي، رحيل الاستاذ احمد محمد الحسن نقيب و احد رواد الصحافه الرياضيه في السودان، الذي كان يتمتع يعني بخلق رياضي وكان دائما يدعو الى يعني عدم التعصب، وكان معروف باسلوبه الراغي وبلغته الرصينه، دائما الاستاذ احمد صلى الله عليه وسلم يتقبله. يعني توفى اسرائيل مفاجاه صباح يمكن قبل يومين الاربع بمستشفى ام درمان. واستاذ احمد طبعا هو من رواد الصحافه الرياضيه زي ما ذكرت لك، وهو كان من اوائل الذين عملوا في صحيفه المريخ يعني في العام 4 في السبعينات، من 70 لحد 73 هو كان رئيس تحرير صحيفه المريخ، وبعدها عمل في عدد كبير جدا من الصحف الرياضيه في صحيفه الصحافه، كان رئيس القسم الرياضي، وهو عنده اسهامات كبيره جدا جدا في الوسط الرياضي، معروف بانه زول يعني كاتب رصين ودائما يدعو الى التحري الدقه والمهنيه دائما في الصحافه. انا في رايي هو فقد كبير جدا للصحافه الرياضيه، ربنا يتقبله ان شاء الله. يعني اتمنى انه اسرته واهله يجدوا التكريم المناسب من الوسط الرياضي بصوره عامه ان شاء الله. صحيح. نذهب ايضا لملف الهلال والمريخ، هذه القمه المنتظره، عموما قراءاتك في ملف الفريقين. نعم، هي طبعا القمه يوم 23 في استاد المريخ، دوري ممتاز مناسب، دوري ممتاز. المريخ والهلال طبعا معظم اللاعبين هم اساسيين في المنتخب الوطني، فمباريات المنتخب طبعا هي اعداد جيد للفريقين، وان كان فيها بعض الارهاق، لانه اللاعبين شفنا اللاعبين في المنتخب الوطني بيلعبوا مع ساو تومي وبيغادروا بعد المباراه طوالي نصف ساعه يعني، وبيتحركوا في اكثر من 13 ساعه سفر لانه وصلوا ظهر الامس، هي مرهقه للاعبين، ولكن فنيا ايضا هي مفيده لانه مباريات المنتخب اعداد جيد وحقيقي للاعبين، خاصه انه بيقدم مع منتخبات يعني قوية زي منتخب جنوب افريقيا. على المستوى الداخلي طبعا الفريقين بيعدوا نفسهم بمباراة اعدادية في غياب الدوليين. هذه المباريات الغرض منها هو
يعني اعداد كل اللاعبين الموجودين، الشباب اللاعبين المتبقيين من الفريق. يعني شفنا الهلال امبارح عندنا مباراه امام مريخ الفاشل كسبها بهدفين، كانت مباراه جيده. يمكن شفنا موفق صديق بيحرز، شفنا اللاعب ايضا صهيب السعلة واللاعب سليم بيطر بمستويات جيده. مريخ عنده مباراه يوم السبت، يوم غدا امام فريق الامتداد احدى عند الدرجه الاولى. هي دي بتبقى الخيارات للجهاز الفني، لانه الفريقين هم ما غير مكتملين العدد، لانه زي ما ذكرنا لاعبينهم في المنتخب الاول. المباريات طبعا مخفوله، لانه طلب بطلب من الجهاز الفني بقياده المدرب جمال ابو عنجة في المريخ والكابتن صلاح احمد في الهلال لمزيد من التركيز، وحتى ينتبه اللاعبون الى تطبيق الخطط المطلوبه منهم، وخاصه البعد عن الجمهور، ويعني محاوله يعني خلينا نقول يعني التركيز بصوره افضل من اشراك الجمهور والاعلام في مثل هذه المباراه. المباراه تحتاج الى تركيز. طبعا مباريات القمه طبعا مباراه لها خصوصيتها صحيح. ولها نديه واثاره، ودائما بتكون قويه بين الفريقين صحيح. بيحضر جمهور كبير جدا جدا، والتكهن من نديتها صعب، لانه بتكون تحسم داخل الملعب، ومن ياتي اكثر هدوءا هو الذي يفوز في هذه المباراه. يمكن ده اللي ادى لانه الهلال المريخ يغلق المباريات الاعداديه يعني قبل القمه. نعم، هو بيغفل المباريات الاعداديه لانه بيحاول انه يبعد من الجمهور. الجمهور طبعا دائما للاسف يتاثر حتى من تيد المباراه الاعداديه، حتى ايوه يعني انت المباراه الاعداديه القصد منها تجريب اللاعبين واشراكهم يعني، وليس غرض منها الفوز او التعادل. يعني نحن دائما الجمهور بتاعنا صراحه يغضب جدا حينما يخسر الفريق في مباراه اعداديه. هي مباراه اعداديه تجريبيه، ليس مباراه تنافسيه، الغرض منها اتاحه اكبر عدد من الفرص للاعبين. لذلك الجهازين انا قرار في رايي قرار صحيح جدا من الجهاز الفني للمريخ والهلال انه يغلق هذه المباريات حتى يركز اللاعبين، والجهاز الفني يقدر انه يختار لاعبين ويجهزهم بصوره افضل لمباراه القمه ان شاء الله. عوض ايضا الكاف يعني يرسل برسائل واضحه يطالب فيها بتامين المباريات في السودان، طبيعه هذا القرار؟ نعم طبعا، نحن شفنا صراحه يعني سلوك غريب جدا جدا من الجمهور، ونحن لازم ننبه الى هذه النقطه. بعد المباراه مباشره بتفتح الاستاد، بيفتح قبل حتى خروج اللاعبين من الملعب والحكام، بيفتحوا الاستاد والجمهور بيدخل الى الاستادات. مساله دي انا في رايي مساله خطيره جدا جدا، تؤثر على سلامه اللاعبين، على سلامه الحكام، والاتحاد الافريقي طبعا لا يجامل في هذه المساله، طوالي يقوم بتغريم الانديه والمنتخبات مبالغ دولاريه كبيره. الاتحاد طبعا ما بيعمل في مساله تامين المباريات، دي دعوه لكل الانديه وكل الاتحادات الرياضيه في السودان لضروره تامين المباريات. نحن شفنا احداث كثيره جدا بتحدث في مباراه كره القدم، في اعتداءات على حكام، اعتداءات على مدربين، على لاعبين، المساله دي خطيره جدا ينبغي انه ننبه لها الجهات المسؤوله. يعني ضروره توفير الامن، يعني امن خلينا نقول امن كافي لهذه المباريات حتى لا يحدث يعني ما لا يحمد عقباه. وطبعا الاتحاد الافريقي لا يجامل اذا حس انه في خطوره على اللاعبين، ربما ينقل لمباريات خارج الخرطوم. نعم، فدي دعوه للاتحاد السوداني كره القدم للجنه المنظمه، كل الجهات المختصه انه تحاول انه تقوم بتامين هذه المباريات. تكون الثقافه الاكبر بالنسبه للمشجع هي انه يكون واعي باهميه استمرار هذه المباراه، من عشان ما تكون في زي ما قال صحيح عوض يعني تفاصيل لا يحمد عقباه يعني. نعم اكيد. ايضا من الاخبار المنتخب الاولمبي ومشوار سيكافا. طبعا المنتخب الاولمبي في واحد من اللاعبين اللي كانوا بينشطوا فيه هم حاليا اصبحوا خارج السن القانونيه للمنتخب الاولمبي، يعني تجاوز ال 21. بالتالي المنتخب الاولمبي بيستعين بعدد من لاعبين منتخب الشباب حتى يقوم باعدادهم وتصعيدهم للمنتخب الاولمبي. بعد ذلك هم حيشاركوا في بطوله سيكافا حتقام من يوم 1 حتى 19 ديسمبر في يوغندا. المنتخب هي طبعا فيها منتخبات كبيره، يعني بتقام بمنتخبات كبيره، ولكن المنتخب السوداني الجهاز الفني قرر انه يشارك بالمنتخب الاولمبي. دي تجربه جديده اتاحت فرصه لعدد من اللاعبين الجدد الشباب واعدادهم للفتره الجايه، وانا في رايي خطوه موفقه من المنتخب من الجهاز الفني يحاول انه يعتمد على اللاعبين الشباب في هذه البطوله. هي بطوله سكر طبعا دائما تقام، وما ما ما تقوم فرق يعني خلينا نقول على مستوى عالي يعني زي مثلا جنوب افريقيا او غير، لكن فيها فرق، فيها يوغندا، فيها تنزانيا، فيها بوروندي، دي فرق ايضا هي ممكن تدي المنتخبات بتاعتنا تجارب اعداديه قويه وفائده، واحتكاك اكثر من تكون مباريات يعني ذات قيمه فنيه كبيره. نذهب عالميا في ملف كريستيانو. نعم، كريستيانو طبعا بالامس يمكن رد زي ما جاء في الاخبار على مدرب ساري اللي الان في علاقه متوتره بينه وبين ساري مدرب فريق اليوفنتوس، بعد انه يعني احترط طبعا كريستيانو في تبديله في مباراتين، كانت اخر مباراه امام ميلان في الدوري الايطالي. طبعا كريستيانو خرج غاضب في الدقيقه 55، اغضب مدربه، المدرب وعد انه يلغي عليه عقوبات، لكن ما كان في عقوبات على اللاعب.
باعتباره تصرف قد يكون طبيعي انه اللاعب يخرج غاضب، ولكن الان كريستيانو رد على المدرب بهاتريك في مباراه الامس امام لتوانيا، شفناه في تصفيات امم اوروبا ل 2020 احرز هاتريك، الهاتريك رقم 55 له في تاريخه. طبعا كريستيانو ارقام تتحدث دائما، يعني ارقام مدهشه صراحه كريستيانو رونالدو، الهدف رقم 704 له عالميا، كل يوم بيبدو انه لاعب كبير ولاعب من طراز عالي وفريد اللاعب كريستيانو رونالدو. اليوم طبعا برضه لابد ان نشير الى اليوم في مباراه مهمه جدا، كلاسيكو سوبر كلاسيكو امريكا الجنوبيه بين البرازيل والارجنتين في الرياض، مباراه مهمه جدا ستقام على يعني هي منقوله على قناه السعوديه، حتكون سهره ممتعه لكل المشاهدين الرياضيين. احنا شكرا لك كثير جدا عوض العبيد المحلل الرياضي والكاتب الصحفي الرياضي على هذه المساحه التحليليه لهم الاخبار الرياضيه لعشاق الرياضه، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا والجمعه المباركه. شكرا يا لينا على الرفقه الطيبه وهذا النشاط الصباحي الحي بعد العوده والاستقرار، شكرا. شكرا حمزه اكيد، شكرا لكل المشاهد الكريم في كل مكان، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا برفقتنا، جمعه مباركه على كل المشاهدين في كل مكان، شكرا فريق العمل ايضا. مع السلامه. امان الله.